لعند قاسم عباس سلحاب. كان علينا امتحان احياء اليوم. طبعا الامتحان كان متوسط، مش سهل ومش صعب كثير، متوسط. بس المشكله ما كانت في الامتحان، المشكله كانت في دراسه الامتحان. يعني ما يقدروا الشاطب على ذبحها، يعني عن جد الماده كثير كبيره، مستحيل تقدر تختميها في ليله امتحان. كثير طلاب ما ختموها، كثير طلاب اجوا على الامتحان خايفين. يعني الماده كثير 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 كبيره وما قدرنا نلم فيها. يا ريت لو خففوا، نحن خلصنا. بس يعني حكي على الاجيال اللي راح تيجي، هذا مش كتاب يعلم، لا. الماده فيه كثير مفيده ولكن يعني كثير كبيره، لازم يخففوا منها، لازم يعيدوا النظر فيها. اسم بهاء بريه من طول الكرم. الامتحان بك يعني صعب شوي، خاصه الدوائر اللي جايبين، يعني 20 دائره جابوا صعبات كثير. يعني دوب الواحد الاسئله يعني جاوبوهم هيك خمال شوي، يعني بدك انت تعبي كثير الورق، كنت لك تكتب ودوب هيك الوقت يعني كفي. الناس اللي هيك يعني صعبات شوي هن كثير. كيف كان مسعدكم؟ منيح بكى يعني وهيك يعني واحد كده. اسمي فرح طالب ابو زانت من مدرسة العدوية ثانوية، ثاني ثانوي علمي. وكيف الامتحان اللي اخذته؟ الامتحان دقيق جدا جدا جدا، يعني سهل ممتنع. يعني في اشياء يعني بدها دقة، في اشياء بدها تركيز اكثر، الدوائر، بس بشكل عام يعني مش صعب. لا اسمي رامز محمد بن رامي، امتحان اخذ احياء اليوم اخذناه. الامتحان كان مش سهل بس مش صعب كمان، الحمد لله اليوم يعني مليح تقريبا. بكى الوقت كيف كان معكم؟ الوقت يعني على الكد جاي، لا طويل ولا كثير ولا مش قصير، الحمد لله. سارة ابو صفيه من العدويه اخذنا اليوم احياء، صراحه كان اسهل من كل السنين اللي مرت. صحيح في حل وفي وراثة كثير، احنا كنا خايفين من الوراثه، بس مجملا كان امتحان رائع. والاختياري كان بده شويه تركيز، دائما بالاختياري هم بيصعبوا، بس عن جد اللي دارس منيح بيقدموا منيح. مصطفى الصافي فرق المي، كان اليوم عندنا امتحان احياء، يعني الحمد لله في لعب شوي بالامتحان، دا دائره بالذات وكم سؤال بالوراثه فين لعب، وطويل الامتحان شوي. الوقت كيف كان؟ الوقت يعني بده بزيادة، كان في كمان شوي. محمد سليمان سلمان من رامين، أخذنا أحياء يعني منيح، بس في يعني صعب شوي، صعب. وكيف كان الوقت مع الأسئلة؟ يعني منظم شوي، طويل يعني خد كل امتحان أخذنا. يعني صعب جابوه. مرحبا، أنا تيمة إياد مصطفى دروح من بنات العدوية الثانوية. اليوم كان امتحان الأحياء بالنسبة لإلي أنا بحكي إنه سهل، بس كتير كتير طويل وكتير فيه كتابة وهذا الأشياء وهيك. بس كيف الوقت كان مع الأسئلة؟ الوقت يعني إنه في ممكن لبعض البنات ما يكونش كافي. أنا فهد فلاح حمد من رامين، امتحاننا أحياء والامتحان سهل إن شاء الله، بس في شوية صعوبة يعني في الدائرة. السلام عليكم، أنا الطالب إيمان قصاص مدرسة العدوية. اليوم كان عندنا امتحان أحياء، الامتحان كان في متناول الأيدي يعني كليات الحمد لله رب العالمين. ضع دائرة بدها تركيز شوي، اللي ركز جاب الحمد لله رب العالمين.